عائشة الخماس رئيسة اتحاد العام النسائي. هذا حفل أو ملتقى لإطلاق الحملة الإقليمية للقضاء على العنف ضد النساء تحت شعار لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات. هذه الحملة اللي غادي تنطلق في نفس اليوم في عديد من الدول العربية الشريكة أو الشركة في مبادرات نسائية أورومتوسطية اللي فيها الجزائر وتونس والأردن ومصر ولبنان وفلسطين. زهرة وردي، عضو المكتب الوطني لاتحاد العام النسائي، منسقة هذا البرنامج في إطار شبكة المبادرات النسائية الأورومتوسطية. هذا الشعار جاء نتيجة ديال تواصل العنف وتصاعد العنف، وكنسجلوا مؤخرا كيتزامن في هذه الفترة مؤخرا في المغرب ارتفاع حدة هذا العنف بشكل لا مثيل له ولم يسبق له مثيل. ما يسائلنا ويطرح مسؤولية من استمرار هذا العنف وما هي الإجراءات وكيف يمكن الحد من هذا العنف. إذن أيضا يكشف هزالة وهشاشة وسائل الحماية والتكفل، ويكشف العقلية تخلف في القيم، تخلف في السلوك، تخلف في النظرة إلى المرأة. الحملة هو توعية عموم المواطنين وأيضا الفاعلين المباشرين مع النساء ضحايا العنف بأهمية عدم ترك مرتكب العنف بدون عقاب، وأيضا حماية ودعم النساء ضحايا العنف وعدم تحميلهم مسؤولية العنف الذي تعرضنا له. هذا مشهود الآن لأنه أصبح مشهود، أصبح يتم تصويره ويتم تعميمه على وسائل التواصل الاجتماعي. دائما هذه الظاهرة كاينة، والنساء الضحايا كانوا على الأقل ما كيلجؤوش من قبل بشكل كبير لتقديم شكاوى ديالهم، حتى إلا قدموا شكاوى يتم حفظها بدعوى إنكار المشتكى به وعدم الإثبات. الآن أصبحت جرائم مرئية، ورغم أنها أصبحت جرائم مرئية ومصورة، فتلاحظوا بأنه يتم الإفراج عن مثلا المشتكى بهم أو المتابعين إلى الأرقام المقدمة سواء من المندوبية السامية للتخطيط أو من طرف الوزارة المعنية. العدد مرتفع تقريبا 6 ملايين بالنسبة للتقرير ديال المندوبية. 62% من النساء تعرضنا لشكل من أشكال العنف كل سنة، تقريبا 55% من هذه أنواع العنف هو عنف زوجي داخل البيت الزوجية، فبيت الزوجية اللي خصو يحمي النساء أصبح هو أحد المصادر الأساسية للعنف.